إسرائيل توغلت داخل الأراضي اللبنانية وذلك من خلال تنفيذ عمليات خاصة وسرية ضد حزب الله اللبناني. تفاصيل هذا الأمر كانت قد نشرت اليوم من قبل العديد من المصادر المهمة مثل الول ستريت جورنال ووالا نيوز العبري، وهذه المصادر تحدثت بأن القوات الخاصة الإسرائيلية نفذت في الفترة الأخيرة العديد والعديد من العمليات الخاصة في داخل لبنان، توغلت داخل الأراضي اللبنانية ونفذت العديد من العمليات. واحدة من العمليات التي نفذتها هي أنها دخلت في أنفاق وداخل أنفاق حزب الله اللبناني الموجودة عند خط التماس بين لبنان وكذلك إسرائيل تحديدا، وذلك من أجل إضعاف الخط الدفاعي الأول لحزب الله اللبناني قدر الإمكان. كذلك إن من الوظائف التي قامت بها هذه القوات الخاصة الإسرائيلية بحسب هذه المصادر هي أنها قامت بتجميع المعلومات حول كل ما يجري في جنوب لبنان. على سبيل المثال، إن كان هنالك تعزيزا للقوات الخاصة أو لقوات حزب الله اللبناني، تعزيزات، إضافة قوات أو سحب للقوات، كيف هو وضع الاتصالات، هل هذه الوحدات لا زالت متصلة ببعضها البعض، كيف هي تنتشر، وكذلك أيضا جمع المعلومات أيضا على قوات الرضوان، القوات الخاصة وقوات النخبة في حزب الله اللبناني، وذلك لأن هذه القوات هي الأكثر اقتدارا لدى حزب الله ليس فقط على المستوى الدفاعي، وإنما أيضا في مفاجأة العمق الإسرائيلي بهجوم من الممكن أن يربك الهجوم البري الإسرائيلي الذي تنوي إسرائيل القيام به في أي لحظة وفي أي ساعة من الآن. كذلك أيضا تجميع المعلومات على الوحدات الصاروخية الخاصة بحزب الله، أين هي هذه الصواريخ، هل هنالك منصات ما ممكن أن يكون غير مكتشفا من قبل إسرائيل، وأيضا بعد كل ضربة أو موجات من الضربات تنفذها إسرائيل على جنوب لبنان تقوم هذه الوحدات الخاصة بتحديث البيانات لدى الجيش الإسرائيلي من أجل إبقاء الجيش الإسرائيلي يعرف تماما ما الذي يجري في هذه المنطقة وما هي الثغرات الموجودة لدى حزب الله اللبناني. وتحدثت قناة الميادين قبل أن نبدأ بهذه الحلقة بساعات قليلة بأن الدبابات الإسرائيلية بدأت بحركة غامضة وبأنها اقتربت الآن كثيرا وأصبحت عند السياج الفاصل بين إسرائيل وبين لبنان وبدأت تستعد لعملية التقدم البري. مع كل هذه التفاصيل التي نتحدث عنها، وإسرائيل هنا مضطرة للقيام بهذه العملية البرية رغم كل العمليات التي نفذتها على حزب الله اللبناني من خلال استهدافها على سبيل المثال للقيادات بأكملها من ضمنها الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، عملية البيجر، تفجير اللاسلكيات وغيرها من هذه العمليات التي شهدناها، إلا أنهم مضطرين للقيام بهذه العملية بسبب أن بلومبرغ كانت قد أكدت بأن هنالك أنفاقا سرية مرتبطة بين لبنان وبين سوريا، وأن هنالك العديد من القيادات الخاصة بحزب الله اللبناني كانت قد انتقلت عبر هذه الأنفاق من لبنان إلى سوريا. لا بل إن هنالك أيضا بحسب بعض التقارير غرفة عمليات خاصة بحزب الله اللبناني موجودة داخل سوريا تحت الأرض يتشارك فيها أيضا وتتشارك فيها المعلومات مع الحرس الثوري الإيراني في قيادة العمليات البرية الدفاعية لحزب الله اللبناني في مواجهة الهجوم الإسرائيلي. وبالتالي إسرائيل هنا مضطرة للقيام بهذه العملية لإنهاء هذه المهمة، لأن كل الاستهدافات التي قامت بها لن تكون كافية في ردع حزب الله من هذه العملية، وخاصة أن إسرائيل تريد في نهاية المطاف إعادة المدنيين إلى شمال إسرائيل. هذه هي المهمة الرئيسية، ولن تتمكن إسرائيل فقط بالاعتماد على الضربات الجوية والاستخبارية في إنهاء هذا الخطر من وجهة نظر إسرائيل طبعا بكل تأكيد. وهذا الأمر واضح جدا من خلال تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الذي ذكر الآتي اليوم، أن القضاء على حسن نصر الله خطوة مهمة للغاية لكنها ليست كل شيء، ستستخدم إسرائيل كل قدراتها لتأمين عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم. بالإضافة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي تحدث يوم أمس إلى العديد من الدول الحليفة من ضمنها الولايات المتحدة وألمانيا بأن إسرائيل لن تتوقف عن هذه العملية حتى حل حزب الله، حتى نزع السلاح من حزب الله اللبناني. حتى أن الواشنطن بوست أكدت اليوم كما تلاحظون بأن إسرائيل تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ قريبا، وهذه الأنباء الآن تتطور
في ظل هذه اللحظات وفي ظل هذه المعلومات التي نتحدث عنها، كذلك من جهة أخرى أيضا بأن حساب نور جولان المتخصص في كل ما يجري في مرتفعات الجولان وحول مرتفعات الجولان من التحركات العسكرية كان قد نشر صورا حصرية لهذه الدبابات الإسرائيلية التي أكد بأنها متواجدة على مرتفعات الجولان تحديدا باتجاه القنيطرة، وذلك من أجل ضبط أي تحركات أو مفاجآت قادمة من الساحة السورية باتجاه مرتفعات الجولان أو العمق الإسرائيلي، بينما تقوم إسرائيل بالعملية البرية، بالتالي تحضيرات كبيرة للقيام بهذه العملية. وحزب الله منتبه تماما لهذا الخطر، حيث إنه نفذ هجوما يوم أمس أو بالأحرى صباح هذا اليوم باتجاه حيفا كما تلاحظون هنا، وتحدثت التفاصيل بأن حزب الله أطلق صاروخا باليستيا من صواريخ فاتح 110 الإيرانية الصنع باتجاه حيفا. إسرائيل أكدت بأن هذا الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة، لكننا عندما نتحدث عن حيفا نتحدث عن ميناء رئيسي ومهم ومغذي اقتصادي مهم بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، وكذلك هنالك منشآت نفطية مهمة للغاية موجودة في هذه المنطقة، من الممكن أن تكون هدفا لمثل هذه الصواريخ الباليستية حزب الله مع تطور هذه الأمور، بالإضافة إلى أن الفصائل العراقية أيضا عمليتين من الأربع عمليات التي أعلنت عنها أكدت بأنها استهدفت حيفا كما تلاحظون. هنالك ضغط كبير على حيفا، وكذلك أن معهد ألما للدراسات حذر مما ممكن أن يكون قادما تجاه حقل كاريش، وهو الحقل الذي ينتج الغاز الطبيعي لإسرائيل وينتج كذلك السوائل الهيدروكربونية التي تعتبر مساهمة وتساهم بشكل كبير في أمن الطاقة لإسرائيل. بالتالي بدأت إسرائيل بعملية التقدم على سبيل المثال ونجحت في الاختراق، وبدأت تهدد حزب الله اللبناني بشكل أكبر، ووجود حزب الله من الممكن لحزب الله أن يستهدف هذا الحقل، حقل الغاز المهم، وكذلك حيفا، ويضرب هذه المنطقة ويضرب حيفا كذلك، مما سيؤدي إلى مشكلة كبيرة جدا في الطاقة لإسرائيل، وسيظهر تماما نتنياهو في موقف صعب للغاية في هذه المعركة، ومن الممكن أن يؤدي إلى إيقاف عملية التقدم بسبب أن إسرائيل ستظهر وكأنها خسرت هذه المعركة طبعا بكل تأكيد. وهذا الأمر واضح من خلال تصريحات قد صدرت من نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، هو الذي كان قد قال وأوضح بأن حزب الله مستمر في أهدافه، والولايات المتحدة منتبهة أيضا من جهة أخرى لطبيعة هذا التصعيد القادم، حيث أن وزارة الدفاع الأمريكية اتخذت عددا من الإجراءات خلال 24 ساعة الماضية كما أكدت رويترز والسي أم بي سي، حيث أنهم أعطوا الأوامر تماما لحاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن ومجموعة واسب، ومجموعة واسب أساسا موجودة في البحر المتوسط، وحاملة الطائرات إبراهام لينكولن موجودة هنا باتجاه إيران باتجاه البحر العربي كما تلاحظون هنا وخليج عمان تحديدا، تم إعطاء الأوامر لهذه لحاملة الطائرات ومجموعة واسب بالبقاء في الشرق الأوسط بسبب أن الظروف خطيرة للغاية، وكذلك أنهم قاموا بتعزيز أساسا القدرات الجوية الأمريكية بشكل أكبر، عززوا طائرات الـ A-10 Warthog، طائرات الـ F-15، طائرات الـ F-16 والـ F-22 رابترز في منطقة الشرق الأوسط استعدادا لحرب إقليمية وليس فقط لحرب باتجاه لبنان. وهذا يعود بسبب أن الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن في قلق هو وإدارته بأكملها بأن إيران تخطط للقيام بعملية انتقام للضربة التي طالت السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني. ولا بد أن ننتبه بأن إيران حتى هذه اللحظة لم تنتقم لإسماعيل هنية الذي قتل على أراضيها، وهي قالت ستنتقم له، وكذلك عباس نيلفروجان وهو قائد فيلق القدس الإيراني في لبنان الذي قتل مع السيد حسن نصر الله في الضربة الأخيرة الجمعة الماضية، أيضا إيران قالت بأنها ستنتقم له، لا بل إن قائد الجيش الإيراني كما تلاحظون هنا كان قد صرح اليوم وقال لينتظر الجميع رد فعل إيران ومحور المقاومة على اغتيال نصر الله. وكذلك أن إسرائيل من جهة أخرى هي أرسلت رسائل ليست بالعادية من خلال استهدافها لجماعة الحوثي، محطات للطاقة الكهربائية والطاقة بشكل عام هي التي ضربت، وأظهرت واستعرضت طائرات تزويد الوقود الخاصة بها وطائرات الـ F-35 الشبح
الغير قادرة إيران تماما على ضبطها، لأن راداراتها غير قادرة طبعا على تحدي هذه الطائرة الخطيرة للغاية. وإسرائيل عندما استهدفت جماعة الحوثي هي قطعت بهذا الاستهداف 1800 كيلومتر، هذه مسافة هائلة للغاية بالنسبة لإسرائيل. وللمرة الثانية كما نتذكر أيضا من الضربة الأخيرة قبل شهرين تقريبا، هذه هي ضربة أخرى حققت منها النتائج التي تريدها، وهذه نفس المسافة بل أقل بكثير من المسافة التي تحتاجها من أجل توجيه ضربة مباشرة أيضا على إيران. بالتالي ها نحن أمام ظروف واختراقات وتوغل أصبح واضحا، والساعات القادمة أصبحت خطيرة للغاية فيما ممكن أن تتطور إليه الأمور باتجاه جنوب لبنان الذي أصبح خاليا من المدنيين، إن كان جنوب لبنان الذي نتحدث عنه أو إن كانت حتى الضاحية الجنوبية التي غادر منها تقريبا 400 ألف من سكان هذه الضاحية بالكامل.